فريق فرنسا إلى إقحام بابلو هرنانديز في نهاية هذه المباراة. لاعب الإيراني الشجاعي يعمل أشياء جميلة جدا ومؤثرة على الناحية المعنوية لعناصر فريق فالنسيا، ويستفيد من خطأ هنا أمام زوج لاعبين. ممتاز جدا شجاعي، برودة دم كبيرة، برودة أعصاب سمحت له بأن يقلق المدافع الأيسر إيميليانو موريتي ويتفوق على لاعبين في مساحة صغيرة.